ورجعنا لكم تاني والفقرة التانية من برنامج كلام كبار. النهاردة هنتكلم موضوع فقرتنا مهم جدا ويخص كل ست وكل بنت. ومعايا قبل ما نبدأ في موضوعنا أحب أرحب بزميلتي نهى. مساء الخير عليك يا نهى. مساء الخير عليك يا سمر، ومساء الخير على كل مشاهدينا. فقرتنا النهاردة فقرة مميزة جدا، هنتكلم فيها عن البشرة. وطبعا عشان نقدر نتكلم عن البشرة بطريقة سليمة وعلمية، معانا ومعاكم خبيرة التجميل والليزر دكتور رانيا سليم. مساء الخير عليك يا دكتور، شرفتينا في كلام كبار. اهلا بيكم، ميرسي قوي على الاستضافة. اهلا الله بيكي. ميرسي قوي. طبعا يا دكتور، في أسئلة شائعة ومتداولة جدا عند جمهورنا من البنات والسيدات، طبعا بتخص البشرة، زي مثلا ازاي احافظ على بشرتي بالروتين اليومي اللي بيتعمل بشكل سليم وصحي. خلينا الاول نرتب الكلام عشان البنات تفهم معانا. قبل ما نيجي نتكلم عن الروتين لازم نعرف ازاي نعرف بشرتنا الاول. احنا عندنا كذا نوع من البشرات، المنتشر عندنا اكتر البشرة الدهنية، علاماتها واضحه جدا وصريحه، بتبقى دايما عندها مسام واسعه، دايما بيبقى عندها نسبه زياده في الافراز الدهني، دايما بيبقى عندها مشاكل حبوب رؤوس سوداء، رؤوس بيضاء. تاني بشره معينه بتقابلنا البشره الجافه. البشره الجافه دايما بتلاقيها مشدوده، دايما تلاقيها مفتقره للترطيب، فيها رؤوس بيضاء، دايما تحس ان هي جافه كده من صيف او شتاء. اخر حاجه معانا البشره الحساسه. البشره الحساسه دايما بتبان فيها دايما الاحمرار والحكه، واي منتج جديد بنستخدمه عليها بيظهر لها على طول حبوب. فالبشره المختلطه بقى ميكست بين الاثنين، البشره المختلطه بين البشره الدهنيه وبين البشره الجافه، تلاقي التي زون دي بشره تحسيها دهنيه، واليو زون تحسيها جافه. احنا كده عرفنا انواع البشرات سريعا. نتكلم بقى عن الروتين عشان نختار الروتين المناسب لكل بشره. اولا البشره الدهنيه في حاجات ثوابت معانا ما بنستغناش عنها. اول حاجه الغسول، وهو بيبقى دايما بيساعد ان احنا ننظم عمليه الافراز الدهني للبشره الدهنيه. تاني حاجه التونر. التونر اهم وظيفه فيه ان هو بيعمل بي اتش بالانس للبشره، بيحافظ على جدار حمايه البشره، وبالاضافه ان هو احسن نوع اللي هو بيبقى خالي من الكحول. واحنا بنشتريه لازم نبقى متاكدين من المعلومه دي. تالت حاجه معانا الترطيب، لازم نديها ترطيبها، مش معنى ان هي دهنيه ما نرطبهاش، بالعكس عشان ما تفقدش جفافها اكتر وتتحول بالذات في فصل الشتاء. واخر حاجه بنعملها التقشير، وده بيبقى مره في كل اسبوع او مرتين ماكسيموم في الشهر. تمام. تاني بشره معانا البشره الجافه، برضو نفس القصة، بنعملها نفس المعاملة، بنختار لها الغسول المناسب ليها بس على شكل لوشن عشان هي بتفتقر للترطيب، بنزود لها نسبة الترطيب في صورة بقى سيرامات وكريمات، ودلوقتي ظاهر في الماركت الماسك شيت، بنديها ترطيب مكثف لان هي بتبقى عندها نهم لده. معنى كلام حضرتك ان الترطيب او الروتين اليومي ده فعلا يومي؟ طبعا، مش بنعمله كل مرتين مثلا ولا كل شهر؟ لا، بنعمله مرتين باليوم، مره صباحا ومره مساء، عشان خاطر نحافظ على البالانس بتاعه بشرتنا. قوليلي بقى ازاي بقى نقدر ننظف البشره بشكل صح، وازاي ايه الخطوات اللي تبقى مهمه جدا في تنظيف البشره؟ طيب، الخطوات اهم حاجه فيها التكنيك. لقوا الخبراء العنايه الكوريين، لقوا ان في تكنيك حلو جدا وبيستخدموه في ازاي يغسلوا بشرتهم صح. الطريقه دي اسمها تين تين كلانزنج، لطريقه غسل الوجه. بشرحها سريع وبسيط، هي بتعتمد على ان احنا بنغسل ايدينا كويس جدا، وبنجيب بنغسل الوجه لمده 10 مرات بالميه، وبعدين بنجيب الغسول وان بامب على ايدينا وبنحركه عشان بيبقى فيه تفاعلات، انا عايزاها تبقى على ايدي مش على وشي. بنحركه بخطوات حركات دائريه شكل مساج كده على البشره، وبعدين بنشطف 10 مرات. الفكره من الطريقه دي ان هي بتساعد ان انت تحافظي على الترطيب اللي موجود جوه البشره، وبتخلي الميه البشره تتشبع الميه، ما بتبقاش بور، يعني ان احنا بنغسلها وبعدين نقوم شاطفينها على طول، البشره بتبقى بتعمل لها حاله شوك. طب وايه فايده بقى جلسه التنظيف دي، والبشره بتستفاد منها ايه بعد الحكايه دي؟ مؤخرا طبعا ظهر كتير في المراكز موضوع تنظيف البشره، وسعره بيتفاوت من مكان لمكان، بس هو الفكره ان انت حتى لو عملتيه في البيت ما بيبقاش زي الكلينك. احنا في البيت بنعمله تنظيف سطحي، انما في الكلينك بنشتغل على طبقات عميقه مع الحفاظ على نسبه الترطيب اللي موجوده في البشره عشان نحافظ على النضاره والجود شيب في الاخر.
فوائدها كتير. اول حاجه طبعا بنشيل الديد سكين والاوساخ والزيوت والاتربه اللي بتبقى متراكمه طول الفتره من السيشن للسيشن. تاني حاجه بنحافظ على ان البشره ليها نسبه مرونه، بنحافظ على المرونه اللي موجوده في البشره وبيخلي شكلها جلوي وبيقلل من ظهور الحبوب وبيديها نسبه الترطيب زي ما قلنا اللي احنا مطلوبه. بتتعمل كل قد ايه بيختلف من شخص لشخص حسب نوع البشره زي ما قسمناها، وبيختلف برضو حسب الاتموسفير اللي حوالينا. طبعا فصل الشتاء احنا نسبه الافراز الدهني عندنا مش زي فصل الصيف، فتلاقي فصل الصيف اكتر شويه. تمام. طب بعد ما اعمل الروتين اليومي، في فعلا حد بيقدر يعمل روتين يومي بس بالنسبه له بتبقى عادات خاطئه، وهو بدل ما بيبقى بيفيد بشرته بالعكس بيضرها؟ هو ممكن يكون بس باختيار الغلط للمنتجات. انت ممكن تكوني عارفه نوع بشرتك بس مش عارفه تختاري لها، والعكس ممكن تجيبي منتجات غاليه جدا، وده اللي بنقابله كتير في الكلينك، بيجيب ناس منتجات عاليه جدا براندات. اقدر اختارها ازاي؟ ايه اقدر اختارها ازاي؟ ما هو زي ما قلت لك لازم تبقي فاهمه نوع بشرتك عشان تعرفي تختاري لها المنتج المناسب ليها. لو انت بشرتك دهنيه هتعرفي ان هي عايزه حاجات تظبط الافراز الدهني فيها، لو بشرتك جافه هتهتم بقصه الترطيب. عامله زي فكره اللي هو ان انت تبقي بي اوير، بس مرونه بس مش اكتر. كده احنا عايزين برضو نعرف ايه هي الديرما بين، وايه الفايده بتاعتها، وايه الفرق بين الميزو سيرابي والبلازما. طيب الديرما بين هو تطور طبيعي للديرما رولر، من اسمها هي بتبقى على شكل بن وبيبقى فيها نيدل كده في الفن، مجموعه من السنون ابر بتبقى بالمايكرون، بتبقى بسيطه جدا. بنفتح بيها قنوات في البشره عشان نساعد ان بينتج عن القنوات دي ظهور دم. الدم ده حتى احنا بنسميها بلادي سيشن. الدم ده بيساعد ان احنا نتغلغل او بنحط المنتجات اللي احنا عايزين نحطها سيرامات عشان نوصل لجود افكت او جود سيشن في الاخر. وهل دي مناسبه لكل انواع البشرات ولا بيبقى ليها درجات معينه مناسبه لكل بشره؟ لا لكل انواع البشرات مفيش مشكله، بس احنا بنستخدمها لايه؟ لانهي كيس؟ انت عايزه تعملي ايه؟ عشان كده احنا بنحط السيرم او الميزو سيرابي او البلازما او المالتي سيرمز اللي احنا بنختارها حسب المشكله. يعني لو احنا مثلا عندنا جفاف في بشرتنا بحط هاليرونيك اسيد عشان يديني ترطيب. لو عايزه نضاره، انت اللي جايه لي البيشنت اللي جايه لي عايزه نضاره، بهتم بالكولاجين. لو عايزه تفتيح بحط لها نسبه من الجلوتاثيون في البشره. في كوكتيل كده في الميزو فيس بنستخدمه في الكلينيك عشان يعوضها عن وفي برضو نسبه من الخلايا الجذعيه والفيتامينز اللي بتبقى محتاجاها البشره لتعويض المرونه وفي نفس الوقت لتجديدها ومديها النضاره اللي احنا بنسعى ليها. تمام. طبعا في جهاز ظهر جديد في السوق اسمه فراكشنال، ده ناس كتيره قوي بتقبل عليه وبيروحوا له، بس مش عارفين استخداماته ومش عارفين انواع البشره اللي بتستخدمه والحالات اللي بتستخدمه فيه، يعني كلمينا عنه شويه. هو الفراكشنال ليزر اللي هو الكربون دوكسايد ليزر، الفكره بتاعته ان هو عباره عن نوع من انواع الليزر بيصدر من خلاله اشعه او وميض. طبعا يا دكتور الكلام في الليزر والتجميل ما بيخلصش خالص، وبكده تكون خلصت فقرتنا وحلقتنا، وان شاء الله نشوفكم الحد القادم، انتظرونا باذن الله.